السلام عليكم. بمناسبة شهر رمضان غادي نقدم لكم كرواسون مالحة بالطون والفيرميس. بالنسبة للحشوة خدينا بواط ديال الطون، بكية ديال الفيرميسال صغيرة، معلقة ديال الحار، 50 غرام ديال الفخوماج حمر، والزيتون مقطع روندال. وبالنسبة للعجين كنحتاجو 400 غرام ديال الدقيق مع شوية ديال الملحة، غنحتاجو جوج معالق كبار ديال النيدو، خمسة المعالق ديال الزبدة دايبة بيضة، ونحتاجو جوج معالق ديال السنيدة وكاس ديال الماء دافي. وبالنسبة للخميرة معلقة كبيرة ديال الخميرة في الماء باش تفاعل. وبالنسبة للماء كنبقاو نخويو غير بشوية باش كيبدا يتجمع لنا الخليط. الآن بعد ما كملنا العجين كنقسموها من النصف وكنغطيوها ونخليوها لمدة 15 دقيقة، ومن بعد نرجعو للمرحلة النهائية. الآن بعد ما العجينة وجدات غادي ناخدو وحدة وغادي ندلكوها. الان كيف ما كتلاحظوا بسطنا العجين وقطعناه مثلثات على هذا الشكل هذا، والان غادي ناخذوا لافارس اللي عندنا وغادي نوجدوا الكرواسه وندوزوا المرحله الاخرى. كنحاولوا نجبدوا العجين على هذا الشكل، كما كتلاحظوا كتجينا على هذا الشكل. الان بعد ما كرواسه خمرت كندهنوا الوجه ديالها بالصفار ديال البيض، وغادي نضيفوا معها البافون اللي هو الخشخاش